يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. طبعا الكبير بيرجع قدام الكبار، وشخصية البطل بتبان قدام الفرق الكبيرة. واوعى تستهون بليفربول، ليفربول بيفوز على توتنهام 2-1 في مباراة عودة الملك محمد صلاح للتهديف وهدفين والأروع. مش عارفين الأولان عجبني أول خطفة السندة دي، والخطفة ده على طول ثبت حارس مرمى توتنهام. المباراة ليفربول والهدف الثاني برضو غلطة، والمساحات والإسبرينتات اللي بتحصل مع صلاح. أي حد في السباق، لو سباق خلاص الكرة بقت محسومة بنسبة 100% بالنسبة للفروق الفردية اللي عند محمد صلاح من سرعاته وإنه بيخلص الانفرادات. فمحمد صلاح أمس بيقود ليفربول للفوز على توتنهام، وهاري كين برضو موجود يا جماعة. الكبار بيرجعوا شخصية البطل، وشفنا امبارح ليفربول موجود وقد ايه استحواذه وضغطه، لا عمل مباراة كبيرة جدا. وده اللي دايما بنقول ان الفرق الكبيرة دايما بترجع قدام الفرق الكبيرة. يعني شفنا ليفربول قدام مانشستر سيتي وعمل ماتش ولا اروع، وازاي وقف هالاند وازاي ضغط وازاي فاز وازاي عمل مباراة حلوة جدا صلاح. وصلاح ما بيرجعش الا قدام الكبار. فانا شايف ليفربول عمل مباراة حلوة قوي، بس هو السؤال انت شخصية البطل بترجع قدام الفرق الكبيرة وبقالك وجود، لكن بتخسر نقاط مهمة جدا بتجمعها في الاخر بتخليك تبقى بطل الدوري. يعني مانشستر سيتي ما بيغلطش وما بيخسرش ماتشات سهلة، الماتشات السهلة النقاط السهلة دي بتبقى وحشة قوي. يعني لان انت الفكرة في الدوري يا جماعة محتاجة النفس الطويل وتجميع النقاط، وفي الاخر انت بتفوز. فانت ازاي لما بترجع قدام الفرق الكبيرة، فالاولى بيك انك تفوز بالفرق الصغيرة، انك انت تجمع نقاط عشان تبقى انت في صدارة الدوري. زي ما شفنا الارسنال امس بيفوز في ديربي لندن على تشيلسي وعمل مباراة قوية جدا. ليه؟ لانه عمال يجمع خطوة خطوة، فوز ورا فوز بنجمع. فبدأ السباق في الدوري يشتعل، السباق يشتعل بالنسبة لارسنال ومانشستر سيتي. الموضوع راح فين؟ الارسنال متسيده، الارسنال على قمه الدوري، بس شخصيه البطل ده اللي بنتكلم فيها النهارده بتروح لمانشستر سيتي. هو ده اللي عنده النفس الطويل اللي بيكمل للاخر، اللي ما بيجيش في اخر 100 متر ونفسه يقل، فبينهي احسن ما بدا او بينهي زي ما بدا، بتبقى بدايه قويه وبينهي ببدايه قويه. فهو ده الفرق ما بين الفرق اللي هي بتاعت البطولات والفرقه بس اللي هي بتطلع يعني زي طفره او حاله طارئه، او لكن مش ده الوضع الطبيعي بتاعها. فماتش امس ليفربول، وانا كنت دايما من فتره بقول كوناتي انه في خط ظهر ليفربول مؤثر، وعلى فكره قبل ما يقعد كوناتي كان اللعيب ده يا جماعه يعني عامل زي ما قوة وفي ضغط والكرات العالية وبيزيد، لكن اللعيب مؤثر جدا. وشفنا امبارح نونيز مع صلاح وفيرمينو بقى مثلث مقلوب، ما تعرفش مين هو رأس الحربة، وازاي محمد صلاح بيعود امس. المهم الدوري الانجليزي دوري جميل، دوري كلنا بنستمتع بيه فعلا، ما نعرفش مين. وعلى فكرة يمكن انا بقولت في كلامي الفرق الصغيرة، هي الدوري الانجليزي مش فرق صغيرة قد ما الفرق اللي بتبقى فيها نجوم، لان الدوري الانجليزي ممكن تخسر قدام اي حد، ممكن الفرق الصغيره انت بتطلع عليه صغيره دي تكسب فرق كبيره. الدوري الانجليزي انت بتحدد مكانك في الدوري بتعبك بمجهودك، مفيش فيه مجاملات، مفيش فيه فار، مفيش فيه تحكيم، الحاجات اللي احنا دايما بنعترض عليها، مفيش مجال لاوجه الشك. الدوري ده وجه لسين او صاد، فهو ده اللي بيميز الدوري الانجليزي. المهم امس فوز مهم وشخصيه البطل بتعود قدام الفرق الكبيره. فهل بعد كده ان احنا نجيب دايما ليفربول الفتره اللي نجيب لهم فرق كبيره عشان يقدروا يفوزوا، ولا المفروض يجمعوها وتبقى المباراه سهله جدا ان هم يفوزوا على الفرق اللي هي في مؤخره الدوري وانك انت تجمع نقاط؟ فانا شايف ليفربول بيعود من بعيد، وفوز مهم جدا نفسيا ومعنويا لفريق ليفربول، بيفوز على توتنهام، والارسنال بيفوز على تشيلسي والدوري بيشتعل. هل الارسنال عنده مميزات الفرقه البطل ارتيتا؟ هل هيضيف شخصيه البطل للارسنال انه يكمل بنفس القوه لنهايه الدوري، ولا هي طفره وهنلاقي السبرنت في الامطار الاخيره لمانشستر سيتي وبيفوز بالدوري كالعاده؟ هو ده اللي هنعرفه الايام الجايه. المهم ده فيديو بسيط، اذا عجبك الفيديو لايك وشير وكومنت والملعب، واشتركوا كده ودلعونا معاكم شوية. سلام عليكم.